كيروش راح ايران، عرفنا ليه كان رفض عرض الاهلي. النهارده اعلنوا في ايران رسمي بتولي كيروش تدريب المنتخب الايراني لمده 4 شهور لغايه شهر ديسمبر في كاس العالم. الغريب بقى ان هم اخدوه بكام في الشهر، واعلنوا ده رسمي، $50,000 شهريا. حتى لدرجه المواقع عندنا يلا كوره بيقول لك هل ارتفع سقف رواتب المدربين في مصر؟ يعني احنا الفييسه يعني ايران تدي الكيروش $50,000، والكيروش كان بياخد عندنا $130,000 مع جهازه، وهناك ياخد $50,000، وهناك راح كاس عالم. ده راح كاس عالم، يعني دي الطب، يعني المفترض يبقى دي النعنشه والدندشه، واخدين فلوس كتير بقى. ما اي دوله بتروح كاس عالم منتخب واخد من الفيفا فلوس قد كده، يديله $50,000 في الشهر في الاربع شهور، واحنا كان جاي عندنا $130,000. يقول لك اصل الصافي بتاعه 110 او 100 او 90، لا اصل الصافي 120، اصل معاه لازم نقعد ايه نفليها. تلاقي جاي لك مثلا فيريرا فلوس قد كده، ده سوارش ده كان بياخد مش عارف 5 جنيه في النادي بتاعه في سنتي ده، ولا في سنتي ده، ولا اسمه ايه، جيل في سنتي ده، جه هنا خد $100,000. يقول لك اصله عامل بيان عشان خاطر يقول لي ما حصلش بينه وبين الاهلي مشكله زي ما السوشيال ميديا قال. طب ما هو لازم يعمل بيان، وده يبص راس الاهلي، ده من 5 جنيه ل $100,000. احنا عندنا الاسعار بقت عجيبه جدا للمدربين. ما هو مش ده كيروش اللي عندنا من ده 4 اشهر وقعد يقول لك ان هي مستحقات، هي فين؟ انتوا مأخرين فلوس، $25,000 الغرام مش دافعها. ده طلع ال $25,000، انا عرفت هو متخانق ليه. انا بقول الراجل يعني راجل زي ده باشا، يعني $130,000 لمده كام شهر جاي. انا ما اعرفش انت سمعته $100,000 وقعت ولا ايه؟ مصدقين الارقام؟ مش عارف. يعني $125,000 و$200,000 وشوف فلوس كتير جدا ومكافئات فقلت يعني الراجل حاطط في دماغه $25,000، طلع نص مرتبه في الشهري. يعني طلع شغل 15 يوم بالنسبه له، فلازم بقى يدور عليه. ما هو لدرجه ان المواقع فعلا عندها حق الوقت تتساءل، هو احنا وصلنا للقصه دي كده؟ يعني وصلنا ان احنا يبقى سقف احنا رواتب المدربين في مصر بهذا الشكل لما كيروش ياخد ال $50,000 يعني.